كاش ندير ديالي؟ ها هو عاد غادي يخدم ها هو الشعل الاحمر ياك ما طفيتي ولا شعل هو عاد شوف واش خدام هاك خدام يا خصني نعاودو يلا دابا خدام دابا اخواني المشاهدين السلام عليكم. حنا متواجدين دابا في هذه اللحظه هذه في واحد الضاعه النموذجيه ديال التفاح اللي هي في ضواحي وادي فران تبع علي جماعه وادي فران دائره تزرو يقلب فران. وهاد الضيعه هادي فيها واحد دو فاريتي لا غولدان والسارك ديليسيوز. هانتوما شوفوا تبارك الله الكاليبر اللي عنده تبارك الله. حنا جينا في هذا النهار هذا اللي هو يوم الاربعاء 6 ماي 2020 الساعه تشير الى الثالثه الى 10 دقائق بعد الزوال. وهاد الضيعه هادي فيها واحد لا سوبرفيسي ديال 10 هكتار ديال 10 الهكتارات وفيها البير وفيها الباسان وفيها الدار مجهزه بالضو بالماء بكلشي. وها هي راه الاشاره الا كان شي واحد اللي بغى ياخذها ولا شي حاجه. ها انتم كما كتشاهدوا وفيها الزيتون شي 1000 ديال شجره ديال الزيتون اللي هي بروديكتيف اللي كتعطي دابا الانتاج ديالها تبارك الله. غير اللي غادي نضيف لكم هاد البلاد هادي راه بعيده على زول تكون واحد 20 كيلومتر ولا وتيتريه محفظة بالوسائل ديالها كلها مجهزة. ها انتما وهنا جيت كتقني فلاحي باش ندير واحد الدورة استطلاعية معاه باش نشوفوا الحالة الصحية ديالها ونشوفوا حتى التدخلات إلا كان شي تدخل اللي غادي يديروا ضد الأمراض وضد الحشرات. وها انتما لا برودكسيون تبارك الله الإنتاج كاين هذا العام عنده مزيان ونتمناو إن شاء الله يدوز العام بخير ويرفع علينا هذا الوباء باش يمكننا نستمروا في الخدمة ديالنا. وها انت وحتى اللي بغى يشري راه الإشارة بغيتو حتى انا لو نيميرو التليفون واللي بغى يشري ولا شي حاجه يتصل بيا في الرقم ديالي اللي هو 06 68 97 97 37. اعيد 06 68 97 97 37. محاربو ازرو ضواحي سوق الحد تابع الجماعه الترابيه ديال وادي فران. السلام عليكم.